العالمين، وصلى الله وسلم على صاحب الشفاعة العظمى يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار، الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الوسطى للإمام سيدي أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه، شرح العلامة الشيخ السرقسطي رحمه الله تعالى ورفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: ولما فرغ من الكلام على مواد ما تدور عليه مباحث علم الكلام وهو الأقسام الثلاثة، والمقصود بالأقسام الثلاثة التي هي أقسام الحكم العقلي، الوجوب والاستحالة والجواز. وهو الأقسام الثلاثة شرع الآن في ذكر باب حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه، فقال: باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه. فهذا يعتبر أساس علم الكلام، وهو مبحث علم أو مبحث العلم بحدوث العالم. كل مسائل علم الكلام المقصود منها هذا المبحث المهم، حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه، يعني على أنه حادث. فإذا عرفت هذا فأول ما تبدأ به من النظر، النظر في حدوث العالم، وهو أي العالم ما سوى الله تعالى. فإذا نظرت فيه تجد جميعه أجراما تقوم بها أعراض من حركة وسكون وغيرهما، فتقول في برهان حدوثه: لو كان جرم من أجرام العالم كالسماء والأرض موجودا في الأزل لم يخلو، إما أن يكون في الأزل إما متحركا أو ساكنا أو لا متحركا ولا ساكنا، والأقسام الثلاثة مستحيلة على الجرم في الأزل، فيكون وجود الجرم في الأزل مستحيلا لأنه لا يعقل وجوده عاريا عن تلك الأقسام الثلاثة. أما بيان استحالة القسم الثالث فظاهر، لأنه لا يعقل جرم في الأزل ولا فيما لا يزال. هنا فيه نقصات، فيما لا يزال ليس ثابتا في الحيز ولا منتقلا عنه. وأما بيانة استحالة القسم الثاني وهو كون الجرم ساكنا في الأزل، فوجهه أنه لو كان كذلك لما قبل أن يتحرك أبدا، لأن سكونه على هذا الفرض قديم، والقديم لا يقبل العدم، إذ لو كان قبل العدم لاحتاج وجوده إلى مخصص لجوازه حينئذ، فيكون محدثا وقد فرض قديما، فهذا تناقض لا يعقل. ودليل قبول السكون العدم مشاهدتنا الحركات
في بعض الأجرام، وذلك يقتضي جواز الحركة على جميع الأجرام لتماثلها. وأما بيان استحالة القسم الأول وهو كون الجرم في الأزل متحركا، فالوجه فيه على نحو ما عرفت الآن في استحالة القسم الثاني، ويزيد هذا القسم بوجه آخر من الاستحالة، وهو أن حقيقة الحركة لا تعقل قديمة، إذ هي الانتقال من حيز إلى حيز، فهي إذا لا تكون إلا طارئة على الجرم، ولا بد أن يتقدم وجودها ويتقدم على وجودها الكون في الحيز المنتقل عنه، والقديم لا يتصور أن يكون طارئا ولا أن يتقدم على وجوده غيره، فقد خرج بهذا البرهان القطعي كون العالم كله حادث من عرشه إلى فرشه، لا يتصور في العقل أن يكون شيء منه قديما. هذا هو المتن، ونرجع مرة أخرى إلى ما بدأنا به في الشرح. من القارئ؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. ولما فرغ من الكلام على مواد ما تدور عليه مباحث علم الكلام، والأقسام الثلاثة، يعني الفرغ منه المواد للأمور الإيه؟ العامة، المادة، يعني المبادئ، لم يصل إلى المطالب بعد. هنا أول مطلب، وهو إقامة البرهان على حدوث العالم. فالآن أو فيما سبق كان يجهز مواد البناء، الآن بدأ في إيه؟ في البناء نفسه. يعني كان اللي سبق كله ده تحضير وتمهيد، تجهيز يعني. شرع الآن في ذكر باب حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه، فقال: باب. الباب لغة المعروف، واصطلاحا هو الموصل إلى المقصود. يعني إذا وصلت إلى المقصود، يعني الطريق اللي هو يوصلك إلى المقصود، يسمى في اللغة باب، سواء كان حتدخل إلى شيء حسي أو إلى شيء معنوي. يعني مثلا باب هذا الأمر إيه؟ يعني طريقه. فالذي يوصل إلى المقصود يسمى إيه؟ الباب، كما قيل في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. فالطريق إلى الله تعالى عن إيه؟ عن بابه، يعني عن طريقه صلى الله عليه وسلم. وهو قسمان حسي كباب المسجد مثلا. يعني أنت تريد الصلاة، والمسجد مبني حوائط لا باب له، فهل تصل إلى المقصود؟ كيف تدخل في الحائط من غير باب؟ هذا يسمى إيه؟ المقصود الحسي. ومعنوي، كنا مثلا في السفر نريد أن ندخل إلى أماكن قضاء الحاجة وهي ملحقة بالمساجد، فنجد الأبواب مغلقة في غير وقت الصلاة، فنقول: أين الباب أو أين المفتاح؟ يقولون: لا وقت، لا صلاة الآن، نحن نريد مقصود آخر، قضاء الحاجة. فيفتحوا الأماكن اللي فيها الحمامات وفيها دورات المياه والوضوء، واغلقوا باب المسجد، يعني ضعوا كده بعض الحصير ليصلي إيه؟ من يريد الصلاة أو من يريد قضاء الحاجة أو الوضوء. ومعنوي كسائر أبواب الكتب، يقول لك يعني باب
باب مثلا الصلاة، باب الطهارة، باب مثلا أحكام كذا، سجدة التلاوة، في أبواب في الكتب. يعني إذا انتهيت من باب تدخل في إيه؟ في باب آخر. فالباب هو الإيه؟ الموصل إلى المقصود. وهذه استعارة، لأن الأصل الباب اللي هو إيه؟ الباب اللي إيه؟ الحسي، زي باب المسجد أو باب اللي إيه؟ باب البيت أو باب الشقة التي تسكن فيها. فمثلا هذا الباب وصلنا إلى المقصود، وهو إعطاء الدرس. فلو أنتم تجلسون والباب أو لا باب، كيف نصل إلى المقصود؟ كيف نؤدي الدرس من وراء الباب؟ هل يمكن؟ لا. ولذلك الأبواب اللي في كتب العلم مستعارة من هذا المعنى. ولذلك كان بعض مشايخنا إذا انتهى الطالب من مثلا باب كذا في الفقه وأراد أن يقف على الباب الجديد، يقول نقف مثلا على باب، يقول له لا، اكمل مسألة أو مسألتين، فإني لا أحب الوقوف على الأبواب. يعني لا تقف على باب أحد ولو كان معنويا، قف على باب الله وحده، فإنه مفتوح دائما لا يغلق في وجه أحد. نعم. وهو اسم لنوع يشتمل على أشخاص تسمى فصولا. أشخاص مش أخشاص. قدم ليه الشين على الخاء. وهو اسم لنوع يشتمل على أشخاص تسمى فصولا. يعني الباب اسم لنوع فيه فصول، فيه أشخاص، هذه الأشخاص تسمى فصول. يبقى إذن الباب مكون من إيه؟ من فصول. فإن الباب قد يكون كذلك وقد لا يكون. فإن كثيرا من الأبواب لم يذكر فيها هذا الباب، وهو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب. يعني واحد يسأل باب ما هو وجه الرفع، نقول هذا خبر لمبتدأ محذوف. ما هو المبتدأ؟ هذا باب. في بيان حروف أي وجود وطرق وطروء العالم. كلمة حدوث يعني وجود وطروء العالم بعد أن لم يكن. فالمراد بكلمة حدوث في علم الكلام إيه؟ معنى حادث، يعني إيه؟ وجد بعد إيه؟ بعد عدم. أوضح كذا عشان تعب عيد شوي. مع كثرة الجلوس الظهر لا يتحمل ويريد أن يستند، وأنتم عاملين فراغ موهوم. كلمة حدوث يعني وجود وطروق. يعني ايه طروق؟ يعني طرأ شيء طارئ. والطروق ده لا يكون الا ايه؟ وجود بعد عدم. يعني مثلا انا مستعد وجاهز لاداء الدرس، ثم طرأ امر، يعني شيء لم يكن ايه؟ موجودا بعد ان لم يكن. والحدوث هو وجود الشيء بعد العدم. إذن الشيء لا يكون حادثا إلا إذا وجد بعد بعد عدم. أما الموجود غير المسبوق بعدم فهذا اسمه القديم.
والحدوث هو وجود شيء بعد العالم، والمراد بالعالم السماوات والأرضون وما بينهما. يعني ما هو العالم؟ السماوات والأرض وما بينهما من جبال وأنهار وأشجار. أو تقول العالم هو كل موجود سوى الله، فيدخل الجنة والنار والعرش والكرسي والملائكة والإنس والجن، كل شيء سوى الله تعالى، هذا هو العالم. وأي شيء من العالم حادث، لأن العالم حادث، فإذا ثبت حدوث العالم كانت جميع أجزاء العالم أو ما تكون منه العالم فهي حادثة، يعني موجودة بعد عدم. والعالم في الأصل قيل اسم لجميع المخلوقات، يعني أي شيء مخلوق إذن فهو من العالم. يبقى لا يوجد شيء لا يسمى أو لا يدخل في العالم إلا الله ذاته وصفاته، ما عدا ذلك فهو من جملة من جملة العالم. ومنه حديث وهب ابن منبه، طبعا حديث وهب ابن منبه ده موجود في كتاب العظمة أو لأبي الشيخ الأصبهاني، فيه يعني أريد أن أشرح لك، يعني ليست المسألة في أن الحديث صحيح أو غير صحيح، إنما الشاهد من ذلك أن العالم اسم لكل مخلوق مهما كانت العوالم أو مهما وجد منها. إن لله 18,000 عالم، يعني العالم ده اسم جنس، عالم البحار، عالم النبات، عالم الأشجار، عالم الملائكة، عوالم كلها يشملها كلمة العالم. ففي رواية هنا وردت عن وهب بن منبه إن لله 18,000 عالم، الدنيا وما فيها عالم واحد، يعني كل الدنيا بالأشجار بالبحار بالسماوات كل ده عالم واحد. وقيل العالم اسم لما يعلم، خلاص لما يعلم، يعني من كانت عنده أهلية العلم، يعني من يعلم فهو من العالم. ولذلك إذا كان العالم اسم لما يعلم، والذي يوصف بالعلم هم الملائكة والثقلان، والمراد بالثقلين الإنس والجن. يبقى إذن العالم منهم من هم الملائكة والإنس والجن، إذ هو مشتق من العلم، يعني هذا على أن العالم اشتقاق من العلم. فلو كان العالم من العلم يبقى إذن من الذي يعلم؟ الملائكة والإنس والجن. وقيل اسم لما يعلم به الله تعالى. وقيل أهل كل عصر يسمى عالما، يعني ممكن العالم اسم لما يعلم أو اسم لما يعلم به، يعني ما هو يعلم به، يعني هو دليل نصل من خلاله إلى العلم بوجود الله، إذن فهو عالم. وقيل أهل كل عصر يسمى عالما، نقول مثلا عالم سيدنا نوح، عالم سيدنا إبراهيم، وهكذا أهل كل عصر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وقد ذكرت عندها مريم،
قال تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالم. إذا السيدة مريم عندما قال الله لها، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة أنت سيدة نساء العالمين، فقالت كيف يا رسول الله، والله تعالى يقول يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على إيه؟ قال تلك سيدة نساء عالمها، يعني المقصود بنساء العالمين يعني عالم اللي هو كانت فيه السيدة مريم، وليس إلى إيه؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واعلم أن مسألة حدوث العالم لا تختص بالمسلمين، يعني الشيخ الإمام السنوسي قال هذا أيضا في السنوسية الكبرى، بيقول إيه؟ إن الإجماع على حدوث العالم، يعني على أن العالم إيه؟ العالم حادث. فيقول أجمع أهل الملل، يعني أهل الإسلام والنصارى واليهود والمجوس على حدوث العالم، الملل كلها إلا شرذمة قليلون، وهم إيه؟ الفلاسفة ومن تبعهم من أغبياء المسلمين. فالكل متفق على حدوث العالم، اليهود والنصارى وأكثر الملل الكفرية ومتأخري الفلاسفة على حدوثه من عرشه لفرشه. إذن فالفلاسفة يختلفون مع المتكلمين ليس في لفظ الحدوث ولكن في معناه، يعني مثلا نجد في كتب الفلاسفة أنهم يقولون إن العالم حادث، لكن معنى الحدوث عندهم يعني الافتقار إلى المنشئ والاحتياج إلى العلة أو إلى الصانع. أما معنى الحدوث عند المتكلمين يعني الوجود بعد عدم، يعني أن العالم مسبوق بعدم. إذن فيتفقون على أن العالم حادث ولكن المعنى يختلف، فهم لا يختلفون معنا في اللفظ إنما يختلفون في إيه؟ في المعنى. فإن قلت ما المراد بالحوادث اليومية عند المتكلمين؟ فالجواب المراد بها كالنباتات والمولودات والحياة والموت والآلام ونحوها أعرفها. يعني إذن هناك أشياء تحدث كل يوم لا تكون موجودة، النبات نأتي كل يوم نجد النبات قد أثمر وقد أصبح في حالة ثمره ومجده وينعه، والمولودات يعني امرأة حامل غدا إن شاء الله تضع مولودة، الحياة إنسان مثلا ولد من جديد، أو الموت حي فغدا يموت أو يموت الآن، والآلام هذه تحدث يعني بعد قليل تمسك برأسك وتقول أشعر بألم، هذا الألم حادث لأنك شعرت به الآن ولم تشعر به من قبل، ونحوها الحزن الفرح النجاح الرسوب السفر المرض الصحة الموت الحياة الغنى الفقر، كل هذه حوادث يومية
وفي بيان إقامة أي نصب البرهان أي الدليل القاطع. كلمة البرهان يعني من في اللغة من إيه؟ من بره يعني قطع. فالدليل إذا كان قاطعا أو قطعيا يسمى إيه؟ يسمى البرهان. يبقى في دليل ظني لا يقال برهان، ولكن في دليل إيه؟ قطعي. فالبرهان هو في إيه؟ في الدليل القطعي. وفي بيان إقامة أي نصب البرهان أي الدليل القاطع صفة كاشفة صفة كاشفة لمعناه لا لتخصيص. يعني عندما قال البرهان القاطع، لماذا قال القاطع والبرهان لا يكون إلا قاطعا؟ قال هذه صفة كاشفة لا للتخصيص، لأنها لو كانت للتخصيص لكان هناك برهان قاطع وبرهان غير إيه؟ ومع أنه كل برهان قاطع، ولا يسمى أصلا برهان إلا إذا كان قاطعا. هذان برهانان مش كده من ربك إلى فرعون. إيه البرهان القاطع ده؟ اتنين مش واحد. ما هو الأول؟ ها؟ ما هو البرهان الأول؟ ألقى عصاه، فإذا هي ثعبان برهان قاطع حيلتهمك للثعبان. وبعدين أخرج يده فإذا هي إيه؟ بيضاء للناظرين. ده برهان ولا مش برهان؟ قاطع يعني ما أحد يشك فيه. واضح كده؟ فالبرهان في اللغة من القطع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. فإن الله تعالى ما جعل هناك أدلة على ثبوت رسالة النبي أو صحة دين الإسلام، بل جعلها براهين قاطعة. برهان، قد جاءكم برهان، يعني شيء لا يمكن أن يقبل التشكيك. نعم. لا للتخصيص، إذ لا يكون البرهان إلا قاطعا عليه أي على حدوث العالم من عرشه إلى فرشه. والبرهان مشتق من البره. البر يعني الذي هو القطع. تقول العرب برهت العودة، أما تبره العود يعني تقطعه. عارف احنا نجيب القلم، عارف اللي يبري بري القلم بيقطع عليه الخشب اللي فيه قطع. وقيل مشتق من البره، يعني اما من البر يعني القطع، والبره البياض. تقول العرب امرأة برها يعني بيضاء، يعني البرهان ممكن يكون ايه؟ من البره، يعني زي ما تقول ايه؟ هذا شيء ابيض يعني واضح جدا في غاية البياض والوضوح لا لبس فيه. لما يكون الشيء ساطع زي الشمس يقول لك ابيض مكشوف. وقيل مشتق من البرهنة يعني الاستدلال. وحقيقة البرهان ما تركب من مقدمتين قطعيتين لإنتاج اليقين، والبرهان أخص من الدليل. إيه الفرق بين البرهان وبين الدليل؟ البرهان أخص. إيه معنى أخص؟ والدليل أعم. ليه؟ لأن البرهان لا يكون إلا مركبا، أما الدليل يكون مركب ويكون مفرد. إنما البرهان إيه؟ يبقى أيهما أخص؟ البرهان يكون مركب فقط. طب والدليل؟ يا إما مركب يا إما إيه؟ يا إما مفرد. ما نقولش غير مركب، هنقول مفرد. إيه غير مركب؟ أقول لك رجل أو غير رجل، أما نقول امرأة. يبقى إذن البرهان يكون إيه؟ يكون مركبا فقط، لا يكون إلا مركب. أما الدليل مركب ومفرد. ممكن يكون مفرد وممكن يكون مركب. يبقى إذن نقول كده كل برهان
دليل وليس كل دليل برهان. بعدين حقيقة البرهان ما تركب من مقدمتين. يبقى البرهان فيه ايه؟ ها؟ فيه تركب جوا أخص. أما الدليل إما أن يكون مركبا وإما أن يكون في فرق آخر. أي نعم، البرهان لا يكون إلا عقليا. أما الدليل يكون عقلي ويكون نقلي. ولذلك أنا أقول لك إيه، أذكر الدليل العقلي أو الأدلة العقلية والأدلة إيه. لو قال لك أذكر البرهان العقلي والبرهان النقلي، قل لا يوجد برهان نقلي. يبقى البرهان لا يكون إلا إيه؟ عقلية. بخلاف الدليل فإنه يكون نقليا وإيه؟ وعقليا. والبرهان يقال فيه الدليل ونفس الدليل ووجه الدليل. والوجه الذي يدل منه الدليل، يعني مثلا في دليل خلاص كده، وفي نفس الدليل وفي وجه الدليل. الوجه الذي يدل منه الدليل، يعني مثلا أقول لك إيه الدليل، ما هو الدليل على وجود الله؟ ها؟ العالم، خلينا مفرد مش ضروري مركب. طيب ما هو وجه الدليل؟ الحدوث وليس الإمكان كما يقول الفلاسفة. يبقى في حاجة اسمها الدليل وفي حاجة اسمها وجه الدليل. يعني مثلا كيف يدل الدليل؟ يعني مثلا تقول لي العالم، طب كيف يدل العالم؟ تقول من جهة حدوثه، لأن العالم إذا كان حادثا يعني موجودا بعد عدم فلا بد له من محدث. إذن فدلنا هذا على وجود الله من جهة إيه؟ من جهة الحدوث، لا من جهة وجوده ولا من جهة إيه؟ إمكانه. يبقى هذا هو وجه الدليل، يعني الطريق أو الكيفية التي إيه؟ يكون منها الدليل. يعني مثلا خذ كذا بالك، فالدليل العالم، ده الدليل. نفس الدليل اللي احنا بنسميه ايه؟ حدوث العالم. شوف الدليل هو ايه؟ العالم. ونفس الدليل، الدليل نفسه اللي هو الحدوث، يعني كأنه الحدوث فقط هو الدليل مش العالم، مش هما حاجتين، الحدوث والعالم. طيب احنا عايزين نستدل على ايه؟ على حدوث العالم. يبقى اذا نفس الدليل هو ايه؟ هو الحدوث. طب ووجه الدليل افتقاره إلى موجد، لأن الحدوث دلنا على وجود الصانع، لأن الحادث موجود بعد عدم وكل موجود بعد عدم مفتقر إلى موجد. فهذا يسمى وجه الدليل إلى موجد أوجده. والوجه الذي يدل منه الدليل استحالة وجوده بدون موجد. شوف كم شيء في الدليل، وانت ما تعرفش حتى ايه الا انه ده دليل وخلاص. لكن كيف يكون هذا يفرق بين العالم وبين غير العالم؟ ممكن واحد يسمعك بتقول الدليل على وجود الله هو العالم، فتسأله تعال كيف دل العالم لا يعرف. طيب فين نفس الدليل؟ فين وجه الدليل؟ لا يعرف. وكل ما في الأمر يعرف، هذا ليس بعالم وإنما هذا عنده معلومات. وهناك فرق بين من عنده معلومات، فالكتاب مليء معلومات وليس بعالم، المعلومات كلها في الكتاب، لكن هل يوصف الكتاب بالعلم؟ ليه؟ لأنه لا يعرف وجه الدليل. والدليل موجود فيه والوجه موجود فيه ولكن لا يعرف. أقرأ. واعلم أن الاستدلال على أربعة أقسام، الأول الاستدلال بالحوادث على القليل، استدلال بحدوث العالم. الاستدلال أربع أقسام. الاستدلال بالحوادث على القديم،
يعني نستدل بأن هذه الحوادث لا بد أن يكون لها محدث، ولا ينفع أن يكون محدثها حادثا. ليه؟ لأنه لو كان كذلك لاحتاج هو إلى محدث. ذهب ماشي يحتاج إلى محدث، طب ومحدثه إلى محدث، وهكذا. فإما أن يدور أو يتسلسل، وكلاهما باطل. والثاني كالاستدلال بحدوث الله، بحدوث العالم على إيه؟ على وجود الله سبحانه. الثاني الاستدلال بالحادث على الحادث، استدلال بحدوث الأعراض على حدوث الأجرام. يعني ممكن نستدل بحادث على إيه؟ حدوث حادث آخر. يعني احنا بنستدل بالحادث على القديم، أو نستدل بالحادث على حادث آخر، يعني على حدوث. فنستدل بحدوث الأعراض على حدوث الأجرام، وكلاهما حادث، لكن عرفنا حدوث الأعراض بالمشاهدة. كيف نستدل بحدوث الأعراض على حدوث الأجرام؟ قال لك لأنها ملازمة للأعراض، وكل ما لازم الحادث فهو حادث. احنا عرفنا حدوث الأعراض بمشاهدة تغيرها، أنها لا تكون موجودة ثم توجد، وتكون معدومة وتكون موجودة ثم تعدم. إذن فهذا دليل حدوث اللي هو المشاهدة. طب كيف عرفنا حدوث الجرم نفسه، الجوهر نفسه؟ قالوا لأن الجرم لا يخلو عن أعراضه، والعرض لا يوجد بدون الجرم، والعرض ثبت حدوثه قطعا وهو ملازم للجرم. إذن فلا بد أن يكون الجرم حادثا مثل العرض. ليه؟ لأنه ملازم له لا يوجد إلا به. فحدوث أحدهما دل على الآخر بالتلازم. يعني مثلا الشيخ محمد ملازم لهذا الرجل، ملازم ملازمة يعني معناها لا يذهب إلى مكان إلا إذا ذهب معه، والثاني لا يذهب وحده بل هو ملازم. فإذا رأيت الشيخ محمد يبقى إذن أعرف أن هذا موجود حتى لو لم أره، لأنهما متلازمان. وإذا رأيت هذا أيضا أعرف أن الآخر موجود. واضح؟ ما. والثالث الاستدلال بالقديم على القديم، كالاستدلال بقدم ذاته على قدم صفاته. يعني نستدل على قدم الصفات بإيه؟ بقدم الذات. كيف هذا؟ لأن الصفات قائمة بالذات، والذات قديمة، إذن فالصفات قديمة. والرابع الاستدلال بالقديم على الحادث، وهو مذهب الصوفية، وهذا طبعا أعلى مذهب، لكنه مذهب فيه رقي وفيه فهم عالي. قال ابن عطاء الله: أنتم تستدلون بالكون على المكون، أو بالمخلوقات على الخالق، شتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه. قال عند الصوفية العكس، نحن لا نستدل على وجود الله بوجود العالم، ولكن نستدل على وجود العالم بوجود الله. هذا مذهب مين؟ مذهب الصوفية. الحمد لله لا يوجد مذهب اسمه مذهب السلفي. ثم الشرع رحمه الله تعالى ونفعنا به يذكر ويفصل وجه حدوث العالم وإقامة البرهان القطعي على حدوثه. والآن يشرع في بيان وجه حدوث العالم. قلنا في الدليل وفي نفس الدليل وفي وجه الإيه؟ في تاني. يفصل وجه حدوث العالم وإقامة البرهان القطعي على حدوث، آتيا بالفاء الفصيحة. فقال: فإذا عرفت هذا، يعني إذا أردت أن تعرف حدوث العالم،
إذا أردت أن تعرف حدوث العالم، مش عارف ليه حط ماش صح، وإقامة البرهان القطعي عليه بعد معرفتك مواد ما تدور عليه مباحث علم الكلام، فأول ما الذي تبدأ به فأول ما الذي تبدأ به أي تشرع فيه من النظر في حدوث العالم لتركبه من المقدمات اليقينية ولكونه كافيا في اكتساب العلوم التصديقية. واليقين هو اعتقاد أن الشيء كذا، مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا، مع مطابقته للواقع وامتناع تغييره. يبقى هذا هو اليقين. اليقين اعتقاد أن الشيء كذا وأنه لا يكون إلا كذا، وهذا يكون مطابق للواقع ويمتنع تغييره، يعني لا يزول اليقين، إنما الذي يزول هو الشك. ولوازم اليقين ثلاثة، يعني في ثلاث أشياء إذا لم تكن موجودة يبقى فليس هناك يقين: الجزم والمطابقة والثبات. الجزم يعني القطع، والمطابقة يعني الموافقة للواقع، والثبات يعني عدم التغير. هذه هي لوازم اليقين، كم؟ الجزم والمطابقة والثبات. يعني مثلا نجزم ونقطع بوجود الجنة، هذا جزم، ولا نعتقد أن هذا أن جزمنا واعتقادنا في وجود الجنة والنار أنه حيتغير، ما يتغيرش، وهو مطابق للواقع. وإيه ثاني؟ وثابت، يعني لو أراد أحد أن يشككنا لا نشك، فعندنا ثبات. واليقينيات ستة أقسام، فانظرها. وما يقابل البرهان، طبعا عندنا البرهان وله ما يقابله، يعني ما لم يكن برهانا هو الجدل والخطابة والشعر والمغالطة. وذلك أحالك على إيسا غوجي، وعندك السلم الذي نشرحه يوم السبت إن شاء الله، لكن السبت القادم أجازة. هكذا جاء السلم. وغيرهما إن شئت، يعني إذا أردت أن تذهب إلى كتب التفتازاني أو إلى الشمسية غير إيساغوجي وغير السلم إن شئت. ما هي اليقينيات الستة؟ ذكرها صاحب السلم الشيخ الأخضري، فقال في ذكر أقسام الحجة: أجلها، يعني أعلى حاجة وأعظمها البرهان. ما هو البرهان؟ ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، يعني البرهان يتركب من مقدمتين، لكن تكون هذه المقدمات مركبة من يقينيات. يعني ليس من ظنيات أو وهميات أو أمور نشك فيها، فلا يكون برهانا، أي البرهان لا يكون برهانا إلا إذا تألف من من مقدمتين يقينيتين. يعني مثلا كده أقول هذا مجتهد يقينا، وكل مجتهد ناجح يقينية فهو ناجح. إنما لما أقول هذا يطوف بالليل بالسلاح، وكل من يطوف بالليل بالسلاح فهو لص، فهذا لص، هذا ظن احتمال،
لأنه قد الذي يطوف بالليل بالسلاح فهو من رجال الشرطة لا من اللصوص، فهو الذي يقوم بمطاردة اللصوص، فهو يطوف كما يطوفون، ولكن هذا طواف حلال وهذا طواف حرام. فما هي اليقينيات كم؟ ها؟ ستة. ستة. ما هي اليقينيات الستة دي؟ اسمها ايه؟ مواد ايه دي؟ ها؟ اعرفها جيدا، دي مواد الحجة، مواد البرهان. هذه مواد، يعني عاوز تعمل برهان ركبه من ستة أمور عشان تعمل، عشان تكون ايه البرهان. وبرهان لازم يتركب من ايه؟ يعني مش شرط من الستة، يتركب من من منها، يعني من أوليات أو مشاهدات أو ايه تاني، ها؟ محسوسات أو مجربات، متواترات وايه؟ حدسيات. هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدس يبين بين يفيد العلم، كقولك نور القمر مستفاد من ايه؟ من نور الشمس. خلاص كده انتم معاه؟ يبقى اليقينيات كم؟ ستة. اولها ايه؟ شوف كده، من اوليات، مشاهدات، مجربات، متواترات، حدسيات، محسوسات. ستة. فتلك يعني الستة جملة اليقينيات. ما هي الأوليات؟ هي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين. يعني الواحد ايه؟ نصف الاثنين. هذا من الأمور الأولية، مجرد ما تدرك الواحد وتدرك الاثنين أو الطرفين تعلم يقينا أنه نصف الإيه؟ أو الكل أعظم. مجرد ما تفهم إيه معنى الكل وإيه معنى الجزء تقطع بأن الكل أكبر. وسميت بالأوليات لأن العقل يحكم بها من أول وهلة، يعني مش عاوز إيه من أول. خلاص. والمشاهدات هي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطني، كقولك الجوع مؤلم. يعني عندما تجوع جوع شديد، مش جوع كده خفيف، جوع خفيف عادي، ما احنا بنصوم، انما الجوع تشعر به بآلام الجوع، تتضوى وتتلوى زي المريض. اول ما تأكل كأنه ايه ليس بك شيء. يبقى إذن كون الجوع مؤلم هذا أمر يقيني، لأن أشعر به. أنت تقول لي لا ألم، لا أمل، لا أصدقك، لأن هذا شيء مدرك بالحس الباطني. وأما القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الظاهر فهي محسوسات. يبقى المحسوسات غير المشاهدات. المشاهدات القضايا التي يدركها العقل بإيه؟ بسبب المشاهدة بالحس الباطني. أما التي يدركها بالحس الظاهري فهذه محسوسات، اللي حتأتي رقم ستة. وتسميته الأولى بالمشاهدات والثانية بالمحسوسات إنما هو اصطلاح للمصنف وابن الحاجب ومن وافقهما، وإلا فكل منهما يسمى باسم الآخر. يعني ممكن نقول على المشاهدات محسوسات وعلى المحسوسات مشاهدات، لكن المصنف سمى ده اصطلاح. يعني يبقى إنما هو اصطلاح للمصنف وابن الحاجب ومن وافقهما. يعني في اصطلاح المصنف وابن الحاجب ومن سار على دربهما، لكن يمكن أن نسمي هذا باسم الآخر، ولذلك جعلها بعض المحققين قسما واحدا. يعني في بعض المحققين جعل المشاهدات والمحسوسات قسم واحد، فتصير الأقسام كام؟ خمسة. ولكن أضيف السادس وهو القضايا التي قياساتها معها.
ففي نوع من القضايا القياس معها، زي ما تقول ايه كده، هذه أربعة، شوف كده، وهي ايه زوج، لأنها تنقسم بمتساويين، وكل ما ينقسم بمتساويين فهو زوج، يبقى قياسها معها، يعني القياس نفسه موجود معها، فتسمى كده ايه قضايا قياساتها معها، والقضايا التي قياساتها معها فهي من اليقينيات، لأن القياس حاضر في الذهن. ليه هي أربعة؟ ليه هي زوج؟ لأنها تنقسم به بمتساويين، وكل ما ينقسم بمتساويين فهو إيه؟ فهو زوج. يبقى عرفنا الأوليات والمشاهدات، واضح؟ المجربات ما يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين. يعني أنا مثلا مش عارف الماء ده يغلي عند درجة كم، فوضعت الماء فغلى، قلت درجة 100، درجة الحرارة 100، هي درجة الغليان. أول ما يغلي الماء يعني معناها وصلت الحرارة إلى كم؟ إلى إيه؟ إلى 100. جربت هذا مرة ومرة حتى مع التكرار أفاد اليقين، يعني معناها تكرر هذا. زي مثلا أمر جربته مرارا ولم يخطئ ولا مرة، يبقى إذن حصل عندك يقين أو لا. زي مثلا تقول له خد بنادول ده لإيه الصداع، جربناه أذال الصداع، جانا صداع تاني في أندونيسيا جبنا بنادول، جاء صداع في السعودية جبنا صداع في لبنان، خلاص حصل إيه يقين بواسطة التجربة. مثلا أنا لا أعرف لسه، مثلا لا أدري أن النار تحرق، لم أشاهد ذلك أبدا، فوضعنا فيها ورقة احترقت، وضعنا ورقة أخرى، وضعنا جربنا مرارا، فأفاد هذا اليقين. يبقى اليقين يحصل بواسطة التجربة. يعني أنا مثلا اختبرتك، وضعت عندك أمانة فوجدتك أمينا، وضعت مرة ثانية ثلاث أربع جربت، لك إيه هذا رجل مجرب، يعني جربناه. حتى الصحابة لما أو الكفار في مكة قالوا ما جربنا، فحصل عندهم يقين بصدق النبي. ليه؟ بواسطة إيه التجربة. قالوا ما جربنا، يعني جربناه فوجدناه إيه أمينا. إذن فالتجارب يحصل بها اليقين، ولذلك قال بعضهم لا تثقن في امرئ حتى تجربه، إن الرجال صناديق مقفلة ما مفاتيحها إلا التجارب. اوعى تنخدع بصلاته أو مثلا بلحيته أو بسلفيته أو بتجسيمه أو بتشبيهه، عليك بالتجربة فإنها تؤكد لك أنه يبتغي الدنيا، أو يعني مثلا لا يريد بالعلم وجه الله، فالتجربة تحكم. المتواترات وهي ما يدركها العقل بواسطة السماع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، يعني جمع عن جمع عن جمع، في العادة إيه يستحي تواطؤهم على الكذب، فإذا تواتر الشيء يعني نقل عن جمع عن جمع، هذا يفيد اليقين. يعني أنت مثلا رايح معاك الفيزا عشان تشوف الراتب ده نزل في البنك أو لا، فجماعة يقول لك لا ما في، وبعد كده جو خمسة الراتب نزل، جو خمسة ثاني، خلاص تواتر كله بيقول نزل، تروح انت ايه لا تجد ايه المال، هذا ايه تواطؤ على الكذب. انما هذا في العادة ايه يستحيل تواطؤهم، انما لا يستحيل عقلا، وانما يستحيل ايه
عادة. ولذلك مثلا ضربوا مثلا لو أن الخطيب يوم الجمعة يعني رجله كده انزلقت فسقط من فوق المنبر على رؤوس المصلين، سقط، فسمع الناس، طبعا في ناس في خارج المسجد وبعيد عن المنبر سمعوا شيء كده، صوت شيء، فيظنوا مثلا شباك أو، فنقل إليهم كل ما يخرج جماعة يقول الخطيب سقط، الخطيب سقط، فيحصل إيه؟ يقين، لأنه إيه؟ إنما لو أخبرك واحد يبقى إذن هذا يحتمل إيه؟ الصدق والكذب. أما إذا أخبرك جمع عن جمع وخرج المصلون جميعا يقولون هذا، فلا شك أنه يحصل عندك يقين ولو لم تشاهد الخطيب. عن زي مسألة الهلال ينقل إلينا ثم يذهب جماعة ويتحر ويثبت ثم يذاع في التلفزيون، والمفتي بنفسه يقول ثبت رؤية هلال شهر رمضان ويقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، فيحصل عندك يقين أنه إيه رمضان. ولو لم يحصل يقين هل تصوم؟ هل تصوم احتمال يكون أو لا يكون؟ لا، لأنه لا يجوز صوم يوم الإيه الشك أصلا، فلا بد أن يكون يقين أنه من رمضان. ولو شككنا يبقى هذا هو المتمم الثلاثين، يعني لا نصوم إلا يقين، بخلاف كان سيدنا علي يقول إيه كان يصوم يوم الشك كذا. كيف يا أمير المؤمنين؟ قال لأن أصومه فيكون من شعبان خير من أن أفطر فيكون من رمضان. هذا احتياط طبعا لا نكلف به. والحدسيات، في حدس هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدس بين يفيد العلم، يعني الحدس ده يفيد الايه العلم، كقولك نور القمر مستفاد من نور الشمس. ليه؟ ايه اليقين اللي حصل لنا؟ لان رأينا التغيرات اللي في القمر بسبب بعد الشمس وقرب الشمس، فحصل عندنا يقين أن نور القمر مستفاد من نور الايه. زي ايه اليقين ده؟ لما انت تروح عارف حوض الماء اللي بتشرب منه الإبل، ترى حول الحوض ماء، الماء في داخل الحوض ولكن ترى ماء خارج الايه الحوض، فيحصل عندك يقين بأن الماء الذي حول الحوض من الماء الذي في الحوض. هذا يسمى هذا حدس. خلاص فهمنا الحدسيات. بعدين ايه دلوقتي عندنا ايه البرهان. ايه اللي يقابل البرهان؟ الجدل. يعني ايه الجدل؟ الجدل ما ركب من مقدمات مشهورة او مسلمة. يعني البرهان، ما الفرق بين الجدل وبين البرهان؟ ان البرهان مركب من ايه مقدمات، لا البرهان مقدمات يقينية، زي ايه يعني مركب من او عاوز تجيب برهان، تجيب اوليات ومشاهدات وحسيات ومجربات هذا هو البرهان. اما الجدل اقل من البرهان، يعني الجدل المقدمة مش يقينية ولكنها مشهورة او مسلمة. ايه معنى مسلمة؟ يعني مقبولة عند الخصم ولكنها ليست يقينية، بمعنى أنت ممكن تشكك فيها. وسمي الجدل لأنه يقع في المجادلة وهو حسن إن كان المقصود به حسنا، بل قد يجب لو ظهر من يضل الناس في العقائد الدينية. يعني الجدل ده يقع في إيه؟ مع الخصوم، ولذلك أمر الله تعالى نبيه به فقال له وجادلهم بالتي هي إيه. يبقى إذن كيف يكون الجدل؟ أجيب شيء مشهور أو مسلم به عند الخصم، حتى مش شرط أنا أسلم به، لأن لو سلمت أنا وهو حيبقى يقين. ولذلك الجدل إيه ينفع
في رد العقائد الباطلة. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدل ده يكون في الأمور الضرورية. ولهذا مثلا نجد في سورة في القرآن اسم المجادلة، فالله تعالى يعني نزه مكانة النبي عن أن يكون مجادلا، فنسب الجدل أو الجدال إلى المرأة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ومعروف أن المجادلة تكون من من طرفين لا من طرف واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل معها غير الله له الكلمة فسماه حوار، والله يسمع تحاوركما، غير الكلمة. ولذلك يعني ورد الجدال في القرآن في 30 مرة كلها مذمومة أو كلها في موضع الذم إلا في موضعين، آخر النحل وفي سورة العنكبوت. وجادلهم بالتي أحسن فين؟ في سورة النحل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن في سورة الإيه؟ أما في غير ذلك فالجدال مرفوض ومذموم. قال تعالى: فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وسيدنا إبراهيم لما جادل الملائكة، ها شوف كده، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فالله تعالى أنها قال: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني لا تجادل. يبقى إذن متى يكون الجدال مطلوبا؟ بقيد، وهو بالتي هي أحسن. لكن الجدل لا برهان فيه، إنما فيه إلزام. يعني إيه فائدة الجدل؟ ها تعمل إيه؟ تستطيع أن تسكت الخصم، يتغاظ كده لكن مش مقتنع. البرهان يعني خليه، ده ممكن البرهان يخليه يتبعك، لو فيه برهان قوي يتبعك ويغير رأيه ويتنازل. إنما الجدل يفحمه أو يسكته، لكن عن ليس راضيا وليس مقتنعا، بس سكت. هذا هو الجدال. ولذلك نلجأ إليه مع مين؟ مع المعاند. وذلك كان الأحناف، يعني الحنفية دول عندهم قوة على المجادلة. كان زفر ده من تلاميذ الإمام أبو حنيف، الإمام زفر كان يستطيع أن يجادل الرجل حتى يجنه، يعني يوصل إلى الجنون. كان عنده قوة في بعد كده احنا الأول حاجة البرهان، وبعد كده الجدل، وبعدين الخطابة. الخطابة ما ركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، يعني ما فيهاش ما فيهاش قطع، فيها ظن، وهي مقبولة يعني مستحسنة، يعني حاجة كده تنبسط إليها النفس كده. العمل الصالح يوجب الفوز، وكل ما كان كذلك لا ينبغي إهماله. تقول كده: الإحسان إلى الناس يستوجب رضاهم. فهذا كلام مقبول، يعني لا يرفضه السامع، ولكنه ليس بقطعي، لأنه ممكن تحسن إلى إنسان فيسيء إليك ولا يرضى عنك، بل كلما تحسن إليه يزيد يعني كرها لك. ففي بعض الناس كده، فإذا لكنها مقبولة. بعد يبقى عندك برهان وجدل وخطابة. وذلك الخطابة دي يستعملها الناس في الجيش، والخطابة السياسية والعسكرية والخطابة الدينية. فتجد كل ما يقوله الخطباء يقبله السامع، يعني أمور مستحسنة ومقبولة، ولكنها ليست مبنية على أدلة قطعية.
ولذلك الخطيب ممكن يقنعك بشيء يركبه لك كذا من مقدمات مقبولة مستحسنة فيرضى. يعني ممكن أنا أقنعك مثلا بالتجسيم أو بالتشبيه بمقدمات مقبولة، أقول لك الله تعالى يرى، وإذا يرى يرى يعني في هيئة جميلة وفي جسم عظيم، فتقبل هذا وهو إيه ضلال. فمش كل الخطباء يعني، لما تجد خطباء عند السلفية وعند الوهابية وخطباء عند الصوفية، وكل إيه يستحسن ما يقوله إيه الخطيب. ليه؟ لأنه يقوم على إيه أمور تقبلها إيه النفس. بعد كده في حاجة تاني من اللي هي إيه الشعر. الشعر ده يعني حاجة إيه تسيل كده يعني، أو النفس يحصل كده انسجام كده يعني، تلاعب المشاعر يعني، ممكن ينقبض الإنسان أو إيه تنبسط نفسه، لأن الشعر هو إيه أكذب الكلام يعني، فيه خيالات. ولذلك نزه الله تعالى نبيه عن الشعر، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأنه ممكن بالشعر ده تقلب الحقائق يعني اللي هو بيقول إيه الصبح، يعني هو المفروض يمثل الوجه الخليفة بطلعة الصبح، ده بيقول لا ده الصبح ده مثل وجه الخليفة، ده كذب طبعا، وجه الخليفة إيه الخليفة يعني. ويرضى الأمراء ويفرحون بالمدائح الكاذبة لأنهم ينبسطون منها، وهم يعلمون أن أكثر هؤلاء منافقون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مدح الشعر قال إن من الشعر، يعني ليس كل الشعر، لأنه يعتمد على إيه على خيال وعلى أكاذيب. بيقول يعني إنسان كريم حتى إذا أراد يعني البخل أو أمسك لم تطعه أنامله، هذا كذب، كيف لا تطيع يعني، لو أراد أن يمسك أنامله لا تطيعه. وكثير من الكلام مثلا يداعب المشاعر يعني، يخلي الإنسان في حالة نشوة كأنه سكر يعني، زي إيه نوع من السحر. ولذلك اسمه إيه ده السحر، سحر الكلام يعني. يقول في قصيدة عصماء فتخرج ما في جيبك تعطيه آلافا مؤلفة، ويروح لحاكم آخر أو لأمير آخر فيقول فيه نفس الإيه القصيدة. فاكرين زمان واحد جاء مصر هنا راح خطب في جامع عمرو، قاعد يتكلم على مصر في القرآن ومصر أفضل من الكعبة ومصر مش عارف إيه والقرآن في مصر والعلماء، وراح خطب في اليمن قال نفس الخطبة على اليمن نفس، ولو راح السودان برضو نفس ليه الموضوع، وهكذا. فاسمه ده إيه الشعر أكذب للحديث. بعد كده في حاجة تاني المغالط، كله ده في إيه في أقسام الإيه ده أقسام الحجة. بعدين إيه المغالطة، يعني ما ركب من مقدمات وهمية كاذبة أو شبيهة بالحق، يعني تجيب حاجات كذب وتغالط بها وهي طبعا محرمة، يعني المغالطة دي حرام يعني لا نستعملها حتى مع غير الإيه المسلمين إلا في أضيق الحدود، يعني إذا رأيناه يعني ممكن لإنهاء الموقف يعني، حتى لا نظهر بأننا قد انهزمنا نلجأ إليها في حدود ضيقة، لكن هي الأصل أنها إيه حرام، لا يجوز استعمال المغالطة لأنه حتى يجر إلى الإيه إلى الباطل، إلا إذا قصدت إسكاته أو إفحامه وليس إقناعه أو إقناع الإيه الجمهور. فهذه هي الإيه اليقينيات اللي هي الستة، وما عداها
لا يتألف منها البرهان، وإنما غير الستة دول يبقى إيه؟ يبقى جدل أو خطابة أو إيه؟ أو شعر أو إيه؟ أو مغالطة، وتسمى السفسطة. بس كده أكفي هنا، حنقف عند والعالم هو ما سوى الله تعالى، صفحة 75. والله